من عاصمة ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة، نحييكم في مساء سن اللقاية وبانطلاقة الجولة الأولى لثمانية أشواط توزعت ما بين الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات الأصايل. نتمنى للجميع بإذنه تعالى التوفيق والسداد والنجاح. نرحب بكل الحاضرين هنا في عاصمة ميادين السباقات، ونرحب أيضا بكل المتابعين خلف قناة ياسر الرياضية وقناة دبي ريسنج والقنوات الناقلة لهذه الرياضة العربية الأصيلة هنا من خلال هذا المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة، والذي يقام على شرف سيف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. ننطلق في هذا المساء الجميل، ننطلق هنا مشاهدين الأعزاء في ثمانية أشواط رئيسية، في انطلاقة مميزة ورائعة في هذه الأمسية المميزة. بهذا الحضور مشاهدين الأعزاء نسير مع هذه الانطلاقة الأولى بسم الله وعلى بركة الله وتوفيق. أعلنت هذه الانطلاقة، شوط الأبكار اللقاية المحليات الأصايل، الجائزة 300,000 درهم للفائز بالمركز الأول، الجوائز النقدية المجزية من المركز الثاني وحتى المركز العاشر، مادة الزعفران أيضا تنتظر الفائزين، زعفران سمير ينتظر، تسعيرة هجن الرياسة المؤسسة العملاقة الداعمة لهذه الانطلاقات مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى، إلى المركز الأول. هذه هي اليمامة، محمد بن عبيد بن سعيد السبوسي يتقدم مع اليمامة، بينما مهمة سيف بن سعيد بالطوير بالمرة العامري يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث غازية سهيل بن سالم بن حمد بن يطبع العامري وصل في ثالث المراكز. المركز الرابع المتقدمة في هذه اللحظات مصيحة أحمد بن محمد بن غنام الهاملي وصل بن غنام، يقدم لنا هذا الاسم احد الاسماء العملاقة الخطيرة الذي يعرف طريق النواميس جيدا بالفعل. المركز الخامس وصول ودخول من الوسمية احمد بن محمد بن علي الدرعي، وصل الدرعي يقدم الوسمية. المركز السادس العفريت الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ. المركز السابع، المركز السابع، شوفوا من القادم، شوفوا من الواصل، وصلت هذه اللحظات وتدخلت مشاهدين الاعزاء هذه القادمة، هذه القادمة، هذه الواصلة سمحة، سعيد بن سلطان بن محمد العرياني، وصل العرياني، بدأ يتدخل هناك من خلال هذا الاسم الفارع لسعيد بن عوض بن خويتم بن بخيت العامري، خذت المركز السابع، المركز الثامن، المركز الثامن، وصول ايضا في ثامن المراكز من منصب سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي. المركز الثامن، المركز التاسع، القدوم في تاسع المراكز القادمة في هذه اللحظات القادمة مذهلة، منصور بن الصغير بن محمد بن دري المنصوري. المركز العاشر ايضا سمحة لمبارك بن حمد بن العود العامري، وصل الشاعر يتقدم ويقدم لنا هذا الاسم، وانتظروا مكارم في أشواط الرموز. نتمنى لك التوفيق يا أبو مسلم ولجميع المشاركين من خلال هذه المشاركة. الله يا العرياني، الله يا العرياني، غير الصدارة المركز الأول، سمحة، سمحة غيرت الصدارة. سعيد بن سلطان بن محمد العرياني يتقدم في المركز الأول. المركز الثاني غازية سهيل بن سالم بن حمد بن يطبع العامري، وصل بن يطبع يتقدم مع غازية. المركز الثالث، المركز الثالث، هذه الوسمية أحمد بن محمد بن علي الدرعي، وصل الدرعي يقدم لنا الوسمية. المركز الرابع، المركز الرابع، مهمة سيف بن سعيد بالطوير بالمر العامري، وصل على رابع المراكز. المركز الخامس بن غنام، بن غنام يتقدم، بن غنام يصل من الزاوية الأخرى ليقدم لنا هذا الاسم، ليقدم لنا أيضا مصيحة، وصلت تدخلت مصيحة أحمد بن محمد
بن غنام الهاملي والدخول من شعار الدكتور سعيد بن سالم الشيخ يتقدم ياخذ المركز السادس. المركز السابع وصلوا ابناء الظفره، وصلوا ابناء الظفره يتقدمون مع منصب لسيب بن عيسى بن مطر الفلاحي. وصل الفلاحي ياتي بهذه الانطلاقه، والوصول الاخر من سمحه مبارك بن حمد بن عود العامري يتابع سمحه، خذت المركز الثامن في هذه اللحظات. المركز التاسع الاسم الجديد القادمه، اول ندى لبشرى علي بن خاطر بن هاشل الشامسي. المركز العاشر ايضا طاع منصور بن سيف بن دري المنصوري. هذه النتيجه، هذه الاسماء القويه. اول الاشواط في الجوله الاولى. ال300,000 درهم لمن؟ تسعيره هجن الرياسه. يوم اللقايه، يوم المفاجات، يوم سن اللقايه. سمحه على الصداره، سمحه على المركز الاول. يتقدم سعيد بن سلطان بن محمد العرياني. عيناويه يا العرياني حتى هذه اللحظات، المقدم لسمحه في المركز الاول. تابع يا ابو احمد، تابع هذه الانطلاقات القويه من خلال هذا الاداء. 1500 متر المتبقي، وصل بالمر مهمه، واسندت لها هذه المهمه، وصلت مهمه. يتقدم سيف بن سعيد بالطوير بالمر العامري، يقدم لنا مهمه غازيه. سهيل بن سالم بن حمد بن يطبع العامري يقدم غازية، وهناك الوسمية. أحمد بن محمد بن علي الدرعي يتقدم مع الوسمية. وصلت العفريت، الدكتور سعيد بن سالم أيضا الشيخ يتقدم مع هذا الاسم. وين الموقع؟ الغلاف الجوي للكيلو متر الأخير، الكيلو المثير. الله يا سمحة على الصدارة. شكل جميل، أداء متميز. شوفوا هذا المنظر الجميل القادم من المناطق الخلفية، وبقيادة سمحة سعيد بن سلطان بن محمد العرياني على الصدارة، العرياني على المركز الأول. وصلت الوسمية، أحمد بن محمد بن علي الدرعي يتقدم، ولكن الوصول أيضا هناك بشرى علي بن خاطر بن هاشل الشامسي. منطقة الأعلام. وصل شعار بو حمد، وصل شعار بن عويضان مع مزايا محمد بن سهيل بن عويضان العامري. يا سلامي عليك يا بن عويضان، يقدم لنا هذا الاسم. مزايا محمد بن سهيل بن عويضان العامري يتقدم بسم الله وما شاء الله. تحركت ايضا مزايا، الوصول من وسام سعيد بن محسن ببخيت السلمي العامري ياتي بالمركز الثاني، ولكن بن عويضان يحضر في الميدان ويتابع مزايا. الناموس يا ابو احمد على فوزي مزايا. مشكور يا الداهية عبد الله بن حمد بن هيان العامري على تقديم مزايا. ايضا تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. محمد بن سهيل بن عوضان العامري المركز الثاني، وسام سعيد بن محسن بخيت السلمي العامري المركز الثالث. هذه اللي فاجاتنا ما يبنى لها طاري، هذه كيف محمد بن سلطان بن مرخان. المركز الرابع بشرى علي بن خاطر بن هاشل الشامسي. المركز الخامس سمحة سعيد بن سلطان بن محمد العرياني. هكذا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، اذا بن عويضان يقدم مزايا محمد بن سهيل بن عويضان العامري. تهانينا لابو حمد على هذا الفوز، على هذا الانتصار الذي قدم من خلال مزايا. اول اشواط هذا المساء في الجولة الاولى في جولة ال300,000 درهم تذهب مع ابو حمد محمد بن سهيل بن عويضان العامري. توقيتها الزمني 7 دقائق 9 ثانية، 7 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني كان الأداء من وسام سعيد بن محسن ببخيت السلمي العامري ب7 دقائق 20 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا
والناموس على هذا الفوز. كيف من وصلت في المركز الثالث لمحمد بسلطان بن مرخان قدمت ايضا وذعنابها مع خط النهاية ما يبنى الهطاري في دخول مميز بسبع دقائق 22 ثانية اربع اجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بسلطان بن مرخان المركز الرابع. كان الوصول جميلا والتحدي مثير بسبع دقائق 23 ثانية ست اجزاء من الثانية. بشرى علي بن خاطر بن هاشل الشامسي والمركز الخامس سمحة لسعيد بسلطان بن محمد العرياني قدم لنا سمحة بنجومية رائعة وسبع دقائق 24 ثانية اربع اجزاء من الثانية. هكذا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام متابعي احداث الوثبة مزايا هي صاحبة الشوط الاول محمد بن سهيل بن عويضان العامري.